حديث الساعة، مرحبا بكم. استهدافات، انفجارات وفرض إتاوات، عناوين عريضة لمنطقة يسيطر عليها الاحتلال التركي من عفرين إلى رأس العين. لم تقر للمدنيين عين من هول ما يرون ويعيشون، فعن أي مناطق آمنة تتحدثون؟ وكيف تبدو الصورة على أرض الواقع؟ وما الواجب على المجتمع الدولي اليوم؟ تساؤلات كثيرة نطرحها في حديثنا لهذه الساعة. بهذا الصدد ينضم إلينا من الشمال السوري الصحفي محمد محمود. أستاذ محمد، مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة قناة اليوم. يعني المناطق المحتلة من عفرين إلى رأس العين مناطق باتت غير آمنة بامتياز، يعني تفجيرات هنا وهناك، أيضا يعني إتاوات، فرض إتاوات، خطف، سلب، نهب، كل هذه العناوين هي لهذه المناطق التي يدعي النظام التركي، الاحتلال التركي ومن خلفه إرهابيه، بأنهم خلقوا مناطق آمنة على طول الحدود التركية السورية. كيف تصفون لنا المشهد اليوم في الشمال السوري أستاذ محمد؟ نعم أستاذي الكريم، في البداية أود أن أرحب بكم على استضافتي في هذه الحلقة للإشارة إلى هذا الموضوع. أهلا بك. في الواقع هذا الموضوع بالتحديد، يعني منذ احتلال مناطق الشمال السوري إلى هذه اللحظة الآن، مسلسل هذه الجرائم هو قائم وهو على أولويات الاحتلال التركي وأيضا الفصائل الإرهابية التابعة لها. يعني الحقيقة الواضحة في هذه المناطق هي حقائق سلب ونهب، وأما موضوع الأمن والأمان القائم في المناطق الذي تتطرق إليه دولة الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة التابعة لها هو موضوع غير صحيح 100%، وهذا ظهر في الكثير من المنابر الإعلامية. يعني اليوم ملف قتل النساء، ملف أيضا اختطاف النساء، ملف آخر وهو طلب الفداء المالية. وطبعا هنا مسألة طلب فداء مالية أود التنويه إلى شيء مهم، إن هذه الدولة، دولة الاحتلال التركي، في هذه المناطق المحتلة تقوم بفرض هذه الأموال بالليرة التركية. يعني هي تريد من خلال هذا الأمر تتريك المنطقة وأيضا فرض لغتها وعملتها. بالإضافة إلى كل هذه، اليوم الفصائل المرتزقة، تركيا قطعت عنها الرواتب، فهؤلاء هم الآن يقومون باختطاف الشعب والأهالي وابتزازهم وطلب فداء مالية. فهذه الحقيقة وحدها إذا رويت، وأيضا إذا العالم والمجتمع الدولي دقق فيها، يرى بوضوح أن هذه المناطق من ناحية الأمن والأمان معدومة بشكل نهائي. يعني اليوم قصة الفتاة العفرينية التي قتلت بعد اختطافها، وأيضا المدنيين الذين يتم اختطافهم، وأيضا الذين يتم مصادرة أملاكهم، وحتى المدنيين الفارين من بطش هؤلاء بالغير مصادرة أملاكهم، يقوم البعض ببيع هذه الأملاك بين بعضهم الفصائل المرتزقة، ما يؤدي أيضا إلى اغتصاب حقوق هذا المدني وفق الأعراف الدولية. بالإضافة إلى كل هذا أستاذي الكريم، حتى ملف الاقتتال الداخلي بين الفصائل المرتزقة وبين الفصائل المرتزقة ودولة الاحتلال التركي، هذه المسألة أيضا بحد ذاتها تشكل خطر كبير على الأهالي. فاليوم عندما نتحدث عن أمان، نتحدث عن تنظيم عسكري للقوى الباسطة سيطرتها ضمن المناطق. يعني اليوم نرى في مناطق شمال وشرق سوريا كقوات سوريا الديمقراطية هناك تنظيم، هناك أكثر من لجنة رقابة على هذه القوات كي لا تتواجد أي مشاكل. لكن بالنظر إلى المناطق المحتلة نرى أنه لا يوجد تنظيم، كل فصيل يدعي بأنه هو الحاكم لمنطقة أو لقرية أو لبلدة معينة، ويتم الاقتتال بينهم
على بسط النفوذ. هذا أيضا دليل آخر نضيفه إلى الدلائل التي توحي بعدم الأمان في هذه المناطق. بالإضافة ملف السرقات، ملف التهجير القسري وسرقة ممتلكات المدنيين وبيوتهم، هذا أيضا يضاف إلى هذه القائمة التي تشير إلى الوضع الغير الآمن في هذه المناطق المحتلة. يعني أستاذي الكريم، بالإجمال كان لنا مداخلات سابقة وتوثيقات سابقة، سواء عن طريقنا نحن كصحفيين أو عن طريق مراكز لحقوق الإنسان، تم توثيق الكثير من اللا إنسانيين سواء من كرد وعرب في المناطق المحتلة. ولكن مع الأسف هناك نقطة عمياء، المجتمع الدولي الذي من واجبه التطرق إلى هذا الأمر إلى الآن هو صامت، رغم رفع هذه التقارير، رغم زيارة الوفود وأخذ هذه الوفود إلى مخيمات اللاجئين، لكن إلى الآن مع الأسف هذه المنظمات لم تتدخل. أيضا يعني كان هناك أيضا أستاذ محمود يعني حقيقة تقارير لمنظمات دولية، Human Rights Watch، العفو الدولية، تتحدث أيضا عن انتهاكات في هذه المناطق، ولكن المجتمع الدولي برمته يعني يبدو أنه غير جاد في إدانة النظام التركي بارتكاب انتهاكات في هذه المناطق، ترقى لأن تكون جرائم حرب، ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها هذا النظام، بل استخدام يعني المجتمع الدولي يريد استخدام ما يجري في شمال وشمال وشرق سوريا المناطق المحتلة كاستخدامها كورق الضغط على النظام التركي لابتزازه بأغراض سياسية ربما. نعم، في الواقع هذه هي المسألة الحقيقية. يعني اليوم صحيح قد تكون بعض الجرائد الرسمية والصحف وحتى بعض المنظمات قد توثق هذه الانتهاكات وتعرضها في المجلس العام على العموم، لكن هذه ليست كافية، لأنه لا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع، تبقى هذه مجرد انتهاكات مكتوبة على ورق. هؤلاء لا يقومون بواجبهم الأخلاقي، وهذا كما أنت أشرت أيضا، وأريد أن أضيف نقطة أخرى. هذا المجتمع الدولي اليوم، القوى المهيمنة هي بغض النظر عن هذه الأغراض السياسية، لديها أغراض مادية على أرض الواقع، تريد تغيير ديموغرافية المنطقة كبسط هيمنة أخرى مرة أخرى، يعني إعادة هيكلة تاريخ 100 عام. لهذا السبب هؤلاء لا يقومون بمحاسبة النظام التركي. الاحتلال التركي هو بيدهم الآن كأداة يحركونها كما تهتوي مصالحهم الخاصة، لذلك بكل الوسائل وعلى مر الدوام، سواء نحن كصحفيين وأيضا كمنظمات، لا نتوقف عن هذه التقارير، وأيضا برسائل خاصة إلى هذه المجتمعات الدولية لتتحرك تجاه هذه الأغراض. فهذا الأمر هو يشكل خطر ليس فقط على منطقة الشمال السوري، بل يشكل خطر على كافة الشرق الأوسط. إنه خطر حقيقي يمهد نحو إرهاب جديد كخليفة لتنظيم الدولة الإسلامية التي قضت عليه قوات سوريا الديمقراطية. الفكرة من الشمال السوري الصحفي الأستاذ محمد محمود، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات وكل هذه التحليلات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الشمال السوري. من الشهباء ينضم إلينا الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين السيد إبراهيم شيخو. سيد إبراهيم، يعني سمعت، مرحبا بك، بداية سمعت ضيفنا من الشمال السوري الأستاذ محمد يتحدث بأن المجتمع الدولي على جانب من الرضا فيما يقوم به النظام التركي، كون تركيا دولة وظيفية يستثمرها المجتمع الدولي في هذه المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، وما يقوم به النظام التركي يشكل خطر على يعني المنطقة برمتها، ويجب التعويل على المجتمعات الغربية ليعني إثارة الحكومات ضد النظام التركي لارتكابه انتهاكات ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هذه المناطق. كيف تعلقون أستاذ إبراهيم؟ نعم، بداية تحيه لكم ولجميع مشاهدي القناة، أهلا بك. نعم، ما يجري من انتهاكات في المناطق المحتلة في الشمال السوري يعني لا يختلف منطقة عن أخرى، وإن اختلفت عفرين عن مناطق أخرى من وتيرة تصاعد هذه الانتهاكات، لكن بالمجمل هو المستفيد من هذه الانتهاكات وما يجري على الواقع هو الاحتلال التركي من خلال استخدام هذه الفصائل والجهات التي تدعمها
وتمويلها سواء قطريا أو خليجيا يعني، وبالتالي فهم لهم مصلحة في تهجير ما تبقى من السكان الأصليين. لكن ما يجري على الواقع هو كما حدث تقريركم أن المنظمات الدولية المرتبطة بالدول العظمى مثل أمريكا ومثل فرنسا وغيرها من الدول التي لها مصلحة في عدم استقرار المنطقة أو في لتثبيت واستقرار مصالحهم في سوريا بعد أن قاموا ما واندلاع ما تسمى بالثورة السورية التي خرجت عن مسارها وأصبحت للأجندات الإقليمية لها مصالح في سوريا ويتم تنفيذه عبر هذه المجموعات المرتبطة بها تحت مسميات إن كانت الجيش الوطني السوري أو إن ميليشيات إيرانية أو غيرها من الفصائل التي تقاتل على الأرض السورية، لكن ضد من؟ ضد أبناء الشعب السوري أيضا، والمتضرر من هذا الشيء هو الشعب السوري أيضا. لكن ما يقوم به الدولة التركية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي عبر فصائلها الموجودة في سوريا من انتهاكات التي وصفتها كثير هذه التقارير لجرائم الحرب وجرائم إنسانية، لكن يبقى حبر على ورق إن لم يتم تنفيذه أو اتخاذ إجراءات رادعة بحق تركيا. ونحن كجهة حقوقية نشدنا مرارا وتكرارا بوضع حد لهذه الانتهاكات التي جرائم الحرب وجرائم إنسانية والتي أدت إلى السورية، أدى إلى تهجير مئات الآلاف، أدت إلى أيضا بمقتل المئات الآلاف، تهجير يعني أكثر من 12 مليون سوري. طبعا سيد إبراهيم، كل هذه التقارير التي ساهمتم في رفعها إلى الجهات الدولية إلى المنظمات الدولية هي مرفقة بتوثيقات، ربما يعني فيديو وصور ووثائق تثبت هذه الانتهاكات، أليس كذلك؟ نعم، يعني مثبتة بالشهود وبالصور وبفيديوهات وكل ما يعني يلزم للتثبيت، لكن لا نرى أو نسمع سوى بتقارير تصدر من سواء منظمة عفو دولية أو من لجنة قصف الحقائق الدولية، إلا أن يعني الدول الكبرى التي لها مطامع في سوريا هي تستثمر هذه الانتهاكات وتقوم بورق الضغط على تركيا لابتزاز تركيا في سبيل تنازل عن مناطق أو لقاء مصالح لها في منطقة أخرى أو في دولة أخرى، بعدما قامت بتحويل ما يسمى بالثوار السوريين إلى مرتزقة مأجورين وأرسلتهم إلى ليبيا وإلى أذربيجان أو ربما السيد إبراهيم أو ربما من خوف هذه الدول كأن تكون تركيا نقطة عبور عكسية لكل إرهابي ولكل شذاذ الآفاق إلى القارة الأوروبية. نعم، كما ثبت التقارير العديدة في هذا الخصوص بأن تركيا هي تمول الإرهاب وتدربهم على أرض تركيا في معسكراتها، صور وفيديوهات تثبت ذلك. تركيا تقوم باستثمار هذا الملف وكوسيلة ضغط على أوروبا وتحصل على أموال باسم اللاجئين السوريين وتخوفهم بأنهم سترسل إرهابيين تفتح أبواب الهجرة إلى أوروبا، يعني وبالتالي لقاء حماية مجتمعاتهم يقومون بإرسال الأموال والسكوت عما يجري في سوريا ما تقوم به تركيا وهذه الفصائل، يعني هذا لا يعني وارد في هذا الصدد، يعني كثير من العوامل التي تسهم بسكوت المجتمع الدولي عما يجري في سوريا تبرر يعني أولا وأخيرا لقاء مصالحهم سواء حماية مجتمعاتهم أو لقاء مصالحهم سياسية عسكرية، يعني كما تعلم سوريا مقسمة بين كل هذه الكيانات ما بين أمريكا وروسيا وتركيا. طيب كمنظمات حقوقية معنية بحقوق الإنسان سيد إبراهيم، ما الخيارات المطروحة على الطاولة أمامكم لإيصال صوت من يعانون تحت وطأة هذا الاحتلال من هذه الانتهاكات سيد إبراهيم؟ نعم أستاذ عزيزي، للأسف نحن كمنظمات المحلية كل ما نقدر أن نستطيع القيام به هو الاستمرار في توثيق هذه الانتهاكات وزيادة وتيرة عملنا في مجمل ما يجري على أرض الواقع، يعني عسى أن تلاقي أذان صاغية. كما نعلم أن الوضع السوري هو وضع سياسي يحتاج إلى قرار سياسي لحتى وضع حل دائم لسوريا وبالتالي تحويل الجنات إلى المحاكم وعودة مهجرين وإلى ذلك، وبالتالي هذا قد يستغرق بعض الوقت، لكن علينا أن نتواصل في عملنا أن لا يعني نيأس ما يجري
بالعكس هذا أن يزيد من إصرارنا على متابعة وتيرة عملنا والتواصل مع المنظمات المحلية، وهذا قد يعني يخفف من وطأة بعض ما يجري على الواقع. وفي إجراءات قمنا كمنظمات محلية وإقليمية بها، وكانت يعني لها بعض الإيجابيات ما يجري في عفرين من خلال ضغط على الإيزيديين أو ما إلى ذلك، أو من خلال الاعتقالات والاختطاف. وكما نعلم منذ بداية العام 2021 قاموا بإطلاق سراح العشرات، يعني كانت أو إطلاق سراح نساء المحتجزات لدى فصيل حمزات، يعني كل هذا اللقاء صمود وعمل منظمات الحقوقية سواء المحلية أو الإقليمية. من الشهباء الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين سيد إبراهيم شيخوان، أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات وكل هذه التوثيقات، شكرا جزيلا لك. من باريس ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي سيد إبراهيم مسلم. سيد إبراهيم مرحبا بك في حديث الساعة. يعني انتهاكات لم تتوقف ولن تهدأ في المناطق المحتلة إلى أن أصبحت هذه المناطق من رأس العين إلى عفرين مرورا يعني تل أبيض، جرابلس، مارة، كل هذه المناطق المحتلة، المناطق السورية المحتلة أصبحت بؤر للانفلات الأمني ولل يعني السرقات، فرض الإتاوات، لكل الانتهاكات التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، انتهاكات بالجملة لكل الأعراف والمواثيق الدولية. ما سبب صمت المجتمع الدولي سيد إبراهيم مسلم على كل هذه الانتهاكات التركية؟ أسعد الله أوقاتكم وأوقات مشاهديكم. في الحقيقة يعني هذه الانتهاكات يعني منهجة، والفلتان الأملي والفوضى الموجودة في المنطقة هو أيضا ممنهج، والسلطات الاحتلال التركي تسعى إلى ذلك من أجل تحقيق المصالح. وأيضا الميليشيات أو المجموعات الإرهابية التي تسيطر على المنطقة أو الذراع العسكري التابع للاحتلال التركي أيضا لهم مصالح، فلولا هذا الفلتان الأمني لما وصل أو أصبح أبو عمشة قائد عسكري معروف في المنطقة، ولولا هذا الفلتان الأمني لما أصبح نصر الحريري المرتزق الكبير شخص يقوم بوضع حجر الأساس لمشاريع استيطانية في المنطقة. وأيضا الاحتلال التركي يستفيد من هذا الفلتان الأمني بتحقيق مصالحه في تغيير الديموغرافي القائم في المنطقة، تمهيدا للمشاريع المستقبلية التي تسعى إليه. طبعا الكارثة كبيرة، يعني كل هذه المناطق ربما يعني عندما نرى أو نوع من الاستقرار أو عدم انشغال الفصائل بحرب نجد أن الفصائل نفسهم ينقلبون على الدولة التركية. رأينا حالات تظاهر وضد الاحتلال التركي سواء في سلوك في منطقة تل أبيض وفي السركاني رأس العين، وأيضا رأينا في مناطق عفرين والباب يعني قبل أيام هناك ضباط من الجيش المعروف بالجيش الوطني وقفوا يعني ضد قادتهم لعدم وجود الرواتب، أي أن وجود حالة الفلتان والفوضى هو لمصلحة السلطات الاحتلال التركي وبنفس الوقت القادة الإرهابيين الموجودين في المنطقة لتعزيز سلطتهم في المنطقة. طيب سيد إبراهيم، يعني هذه الانتهاكات لم تطل المدنيين وحسب، بل أيضا يعني هناك اقتتال داخلي، هناك تصفيات داخل صفوف هذه الفصائل الإرهابية، هناك يعني آخرها كان مقتل قياديين من فصيل حركة أحرار الشام الإرهابية التابعة للاحتلال التركي بمدينة جرابلس على يد مجهولين، يعني تم اغتيالهم. هذه عمليات الاغتيال طبعا ليست الأولى من نوعها، ولكن تفيد أو تؤكد مصادر من داخل المناطق المحتلة بأنها تقوم على يد الفصائل ذاتها ربما للسيطرة على سلطة ما أو على حاجز ما أو على نقطة ما أو لتحقيق مكاسب معينة على الأرض، مكاسب مادية طبعا. الحقيقة الوضع القائم في المنطقة يعني مختلف جدا، يعني هي عبارة عن عصابات مسيطرة على المنطقة، لا يوجد هناك
حكم محلي أو حوكمة للمؤسسات الموجودة في المنطقة. بالضبط. نحن نسمع بأن هناك مجالس محلية قامت سلطات الاحتلال بتشكيلها، لكن هي مجرد أسماء ووهمية، لا توجد هناك مؤسسات حقيقية. أو القيادات أو المرتزقة الذين يعني العسكريين هم من يقومون بإدارة المنطقة، والشكل العام للمنطقة أو العمود الاقتصادي للمنطقة كلنا يعرف هناك بعض المؤسسات التركية تم استحداثها هناك في المنطقة من خلال مؤسسة البريد من أجل تداول العملة التركية في المنطقة. صحيح. المدارس الموجودة في المنطقة هو أيضا نوع من أنواع السياسة التركية، تترك المنطقة هي مدارس تركية تتبع إداريا للمدن القريبة من الحدود. يعني تم تقسيم المنطقة على شكل التالي: عفرين وقراها تابعة لهتاي، جرابلس وعزاز تابعة لولاية عنتاب، بالمقابل جريس بي تل أبيض وسريكاني رأس العين تابعة لولاية شانلي أورفا. أي لا يوجد حكم محلي إداري حقيقي، هم يسعون من خلال هذه الفوضى أو الفلتان الأمني الموجود من إيجاد حالة. طيب سيد إبراهيم، ما الخيارات؟ نعم، ما الخيارات المطروحة اليوم أمام المدنيين في المناطق المحتلة للتخلص من هذا العبء الثقيل الذي أثقل كاهلهم حقيقة؟ في الحقيقة لا خيار أمام المدنيين هناك. هناك أمر واقع، يعني ربما رأينا بعض أصوات من المدنيين من خلال مظاهرات سواء كان في سلوك وفي جريس بيت الأبيض، وأيضا من حتى المهجرين الذين تم استخدامهم إلى عفرين أيضا قاموا ببعض الحركات مدنية تجاه سلطات الاحتلال. أي أن الذين تم استخدامهم إلى المنطقة، نعم، وحتى الأجانب، يعني حتى الأجانب الذين تم استخدامهم وتم، نعم، يعني بخطوات استيطانية في المنطقة، ليسوا راضيين عن الواقع الموجود هناك. المطلوب ليس فقط من يعني المدنيين الموجودين هناك، نعم، أيضا يعني من الدول العظمى التي ترى كل هذه الأمور وتسكت عن الأخطاء المرتكبة. يعني نعم، قبل أيام عندما رأينا حكومة السيد بايدن الرئيس الأمريكي يعترف بالمجازر الأرمنية في بعد مرور أكثر من قرن عليها، نعم، يعني قلنا هذا يعني أن المجازر والانتهاكات التي ارتكبت سواء في حق الشعب الكردي في سوريا أو بحق السوريين بشكل عام سواء كان من الاحتلال التركي سيتم الاعتراف بها بعد 106 أعوام، يعني هذا ما تريد يصاله يعني سيبراهيم. بعد أكثر من قرن، يعني للأسف يعني هنا تكمن الكارثة، أنه أن الدول العظمى كالولايات المتحدة وروسيا وحتى الاتحاد نعم سيد إبراهيم تعرف يعني رأينا كل الانتهاكات تم نعم يعني الانتهاكات الموجودة في المنطقة سواء كانت انتهاكات الاحتلال التركي وفصائل التابعة له وأيضا انتهاكات النظام السوري، يعني كلها تم توثيقها، إلا أن الدول الكبرى نعم. يعني لا تزال صامتة عن كل هذه الانتهاكات. نعم. سيد إبراهيم، نعم. نعم. مسلم الأكاديمي والباحث السياسي، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المشاركة ومجمل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من باريس.
حديث الساعة مستمر مشاهدينا، وفي ملفنا الثاني، وخلال عدوانه الأخير على إقليم كردستان نفذ جيش النظام التركي هجمات بأسلحة كيماوية، وذلك حسب ما أكدته صحيفة مورنينغ ستار البريطانية التي ذكرت أن أنقرة استخدمت الأسلحة الكيماوية 3 مرات هذا الأسبوع في منطقة أميدي والمناطق الجبلية في دهوك. فما التفاصيل وما الذي ينتظر العالم للوقوف عند هذه الانتهاكات والجرائم التركية، وكيف تقرأ حكومتي الإقليم والمركز هذه التطورات؟ طروحات موضوعة للنقاش، ابقوا معنا. بهذا الخصوص ينضم إلينا من بغداد مراسلنا معتز أيوب. معتز، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. يعني بداية، ما التفاصيل فيما يخص يعني استخدام الأسلحة الكيماوية في محافظة دهوك من قبل جيش النظام التركي؟ معتز، تحية طيبة لك خضر ولكل مشاهدين الأكارم. بكل تأكيد خلال عدوانه الأخير على أقليم كردستان شن النظام التركي عمليات عسكرية أو عمليات عدوانية على نطاق تابعة للجيش العراقي وأيضا حزب العمال الكردستاني، وبالتالي يريدون زعزعة الأمن واستقرار المنطقة، وبالتالي لم يكتفوا بهذا القدر بل التجأوا إلى استخدام السلاح المحرم دوليا، أسلحة محرمة دوليا آخرها كانت يعني غازات الكيمياوي حسب تقارير صحفية لصحف بريطانية وأيضا حسب المصادر التي توجد لدينا داخل الجبال في إقليم كردستان. بالتالي تواصلنا مع كل مصادرنا المتواجدة في إقليم كردستان، أيضا في محافظة دهوك وفي شمال محافظة دهوك بقضاء العمادية وأيضا زاخو. هنالك قصف بالطائرات، يعني هنالك قصف كيميائي للمناطق الجبلية وأيضا استهداف سافر لحزب العمال الكردستاني، لكن هنالك قوة وشجاعة وبسالة في مواجهة العدوان التركي من قبل القوات العراقية وأيضا حزب العمال الكردستاني، وأدت إلى مقتل أكثر من 28 إلى 38 جندي أمريكي خلال هذه الفترة. جندي تركي معتز تقصد؟ جندي تركي عفوا. بالتالي النظام التركي يشن حملاته على غرار مدينة عفرين السورية وأيضا مدينة رئيس العين على غرار قصفهما لتلك المدينتين. بالتالي هو ينتهك الحرمات الدولية وينتهك المواثيق والأعراف والتقاليد الدولية، وبالتالي يستخدم أسلحة محرمة دوليا وأيضا غازات كيميائية سامة الغرض منها الإبادة جم أصحاب تلك المناطق والمناطق الجبلية بالتحديد، على اعتبار هذه المناطق هي مناطق عائلة بالسكان، هي مناطق لناس البسطاء والفقراء وأيضا مناطق الناس الكردستانيين الوصلاء، وبالتالي النظام التركي يريد طمس الهوية الكردية من جديد وطمس الهوية العراقية، ويريد عودة الدولة العثمانية. هذا يعني معتز، استخدام السلاح الكيماوي يعد هذه المرة هو الثاني في هذه المناطق منذ عهد الرئيس السابق صدام حسين. اليوم النظام التركي يستخدم الأسلحة الكيماوية أيضا بحق المدنيين وبحق القوات الأمنية العراقية وبحق يعني حسب ما تحدثت أيضا حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق. نعم خضر، بالتأكيد هو هذه المرة الثانية بعد النظام السابق وقصفه لمناطق حلبشة، اليوم نرى تكرار هذا السيناريو الخارق أيضا تجاه المدنيين والأبرياء وأيضا قاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وبالتالي يجب أن تقف الحكومة العراقية وقفت رجل واحد بالضد من هذه العمليات السابقة والفروقات المتكررة للنظام التركي. هنالك تحركات سياسية للوقوف
للوقوف عفوا ضد الخروقات التركية، لكن لم تجدي وقتها هذه التحركات السياسية على اعتبار هنالك تحركات ضعيفة. أيضا هنالك تحرك بين الأقليم والمركز بشأن هذه الخروقات، لكن هنالك بعض السياسيين الذين يتعاونون مع الدول الأخرى وبالتحديد تركيا من يقفون بالضد منها من هذه التحركات. فاليوم العراق يلتجئ إلى الأمن الدولي، اليوم يعني لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي تلتجئ إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الوقوف ضد هذه الخروقات التركية المتكررة. يعني بالضبط معتز، مما جعل النظام التركي يصعد من عملياته ويصل إلى هذا الحد من الانتهاكات، هناك من يرى بأنه يعني الموقف الخجول من حكومتي الإقليم والمركز في العراق هو ما فتح الباب مواربا أمام النظام التركي لاستباحة الأراضي العراقية ومؤخرا استهدافها بالأسلحة الكيماوية وسط تعتيم على ما يجري على الأرض. معتز. نعم خضر، هنالك يعني بعض السياسيين الذين يتآمرون من أجل الوصول بالعراق إلى هذه المرحلة. أيضا ضعف القرار السياسي العراقي اتجاه الدول المجاورة، اتجاه الخروقات المتكررة من قبل إيران وتركيا وأمريكا، وبالتالي تركيا الأكثر خروقات للدولة العراقية ولا يتحركون ضدها. أيضا ضعف بعض الشخصيات السياسية المتعاونة مع تركيا في إقليم كردستان، هذا كله يؤدي إلى ضعف القرار السياسي العراقي تجاه الخروقات التركية المتكررة. أيضا لنقطة مهمة، هنالك تعتيم إعلامي جدا مهم مثل ما ذكرت مع بعض المتعاونين مع النظام التركي من أجل هذا القصف الكيماوي على مناطق شمال العراق، وبالتالي هنالك بعض الشخصيات الوطنية، هنالك بعض الشخصيات السياسية والعراقية المميزة بدأوا يتحركون اتجاه هذه الخروقات، وأيضا هنالك تظاهرات قامت في شمال العراق للتنديد بالضد من هذه الخروقات، لكن جوبهت بقسوة وعنف من قبل يعني من قبل حكومة الإقليم، وبالتالي جميع العراقيين غاضبين، حتى مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بتغريدات وأيضا قاموا بالحديث عن هذه الخروقات، وبالتالي الشعب العراقي اليوم غاضب والشارع العراقي غاضب تجاه ولكن الحكومتين لا تعيران أي يعني أي جهد حقيقي لوقف هذه الانتهاكات. من بغداد مراسلنا معتز. نعم الحكومتين المركزية. نعم تفضل. نعم خضر، الحكومتين المركزية وحكومة الإقليم لا تعيران أي أهمية لهذه الخروقات، على اعتبار هنالك اتفاقات بين النظام التركي والحكومة العراقية وحكومة الإقليم، هنالك تبادل تجاري وهنالك مصالح مشتركة. هذه المصالح تأتي على حساب الشعب العراقي، تأتي على حساب الشعب الكردي، لكن هنالك بعض الشخصيات السياسية الوطنية مثل ما ذكرنا بدأت تتحرك تجاه مجلس الأمن الدولي، وأيضا الشعب العراقي بدأ يتحرك ضد النظام التركي، ويبدو في الأيام القليلة القادمة سوف نشهد تحرك قوي على الصعيد السياسي وأيضا على الصعيد الشعبي ضد النظام التركي. من بغداد مراسلنا معتز أيوب، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. من دهوك مشاهدين ينضم إلينا عضو علاقات منظومة المجتمع الكردستاني السيد كاوا شيخ موسى. سيد كاوا مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. كان لكم يعني تأكيدات بأن النظام التركي أو جيش النظام التركي استخدم الأسلحة الكيماوية في محافظة دهوك، حبذا لو وضعتونا في مجمل التفاصيل التي تمتلكونها في مجمل الأدلة التي بحوزتكم سيد كاوا. نعم قبل كل شيء نشكركم ونشكر فضائيتكم. بالنسبة للدولة التركية واعتداءاتها على المنطقة فهذا ليس بشيء جديد، وهذه ليست أول مرة بأن الدولة التركية تقوم بالاعتداءات، ولكي تقوم باحتلال المنطقة فهذا ليس بشكل هذا ليس جديدا، وإنما يوجد لها كثير من المحاولات بهذا الشكل. وإنما بخصوص الدولة التركية لخروقاتها لميثاق الأمم المتحدة فهذا يوجد كثير من الأدلة ضد الدولة التركية واستعمالها الأسلحة الكيماوية من الغاز والنابالم
وهذه الأسلحة الذي يقوم باستخدامها الدولة التركية وجميع الأسلحة المحظورة. طيب خلال عدوانه الأخير سيد كاوا، خلال عدوانه الأخير يعني تم استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب المعلومات الواردة لدينا، في أي المناطق تم استخدام هذه الأسلحة؟ ما الخسائر الناجمة عن استخدام جيش النظام التركي هذه الأسلحة سيد كاوا؟ هذه الأسلحة التي استخدمها الدولة التركية كما تعلمون يوجد في 3 محاور حرب قوية وشديدة القوة بين مقاتلي حزب العمال الكرساني والجيش التركي الغازي في منطقة أباشين ومتينة وزار، ومناطق التي استعمل فيها أنواع الأسلحة الكيماوية هي منطقة أباشين مامرشو. في هذه المنطقة لأن المقاتلين كان يوجد لهم خبرة وكان يوجد لنا معلومات كما أفادها قيادات قواتنا العسكرية بأن كان يوجد لنا استعدادات لهذه الهجمات، لهذا لم يستطيعوا أن يقوموا بأي نتيجة من هذه الحملات العسكرية أو استعمال الأسلحة الكيماوية، واستطاعوا أن يحموا أنفسهم من هذه الغارات بسبب الجغرافيا الوعرة وخبرة المقاتلين فيها. ولكن نعلم جيدا بأن الدولة التركية هذا ليس فقط الأسلحة الكيماوية هي محرمة دوليا، ولكن خرق السيادة العراق هي محرمة دوليا وليس دوليا فقط إنما محليا، والسيادة العراق يجب أن يكون لها احترام، وليس سيادة العراق وإنما الدولة التركية أصبحت دولة، أكبر دولة وأصبح بدرجة الأولى في دول المنطقة في الشرق الأوسط العادي المعتدي على جميع دول المنطقة واستعمال الأسلحة الكيماوية. وإنما إذا يريدون أن يرون بأن الدولة التركية تستعمل الأسلحة الكيماوية فاستعملتها أيضا في سوريا في منطقة رأس العين، فهذه هي الدولة التركية العادية. وإما إذا يريدون أن يغمضون أعينهم أمام أعمال الدولة التركية فهذا شيء آخر. يعني سيد كاوا في رأس العين حضرتك تطرقت لنقطة جدا مهمة ونقطة يعني جدا يعول عليها المدنيون في هذه في تلك المناطق. يعني حقيقة هناك أدلة، هناك مقاطع فيديو تثبت تورط النظام التركي، يعني الطفل محمد الذي أصيب كان أيقونة في ذلك الوقت في فترة من الفترات لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام التركي ضد المدنيين العزل في هذه المناطق، والمجتمع الدولي صامت. يعني هذا الصمت الدولي مريب حقيقة تجاه كل الممارسات وما يزيد الريبة يعني من ممارسات المجتمع الدولي وصمته حيال النظام التركي. هناك صمت من قبل الحكومتين المركز والإقليم في العراق، كيف تقيمونه سيد كاوا؟ قبل كل شيء سنرجع فقرة قصيرة إلى التاريخ القديم، وليس التاريخ القديم وإنما التاريخ الذي أثبت بأن الدولة التركية. طيب بعجالة لو سمحت كي لا يداهمنا الوقت. نعم، فالدولة التركية دائما تعتمد على الشيء الاعتمادها لكي تبقى كيانها في المنطقة، لأن الدولة التركية هي عداؤها للشعب الكردي هي عداء تاريخي وعداوة تاريخية معلوم للشعب، الدولة التركية الحكومة التركية على الشعب الكردي. وفي زمن أتاتورك في عام 1937 استعمل الدولة التركية الأسلحة الكيماوية في منطقة ديرسم، وفي هذه المنطقة ودوينا هذا في كتاب نوري ديرسمي. فهذه الأسلحة الكيماوية التي استعملها الدولة التركية في ذلك الوقت هي الطائرات من قبل الدول الأوروبية وخاصة من النازيين من الألمان قد استعملها. واليوم الأسلحة التي يستعملها الدولة التركية في هذه المناطق في جبال كردستان وفي جميع أجزاء كردستان الذي يستعملها الدولة التركية هي طائرات دول الأوروبية وحلف الناتو، وأي الحلف الناتو لا يستطيع أن يقول بأن الدولة التي هي حليفة لي قد استعملت هذه الأسلحة. وإذا يقومون باعتراف بأن الدولة التركية هي العادية وهي الذي يقوم باستعمال هذه الأسلحة فيجب أن يحاكمها. نعم. ولكن يوجد من المنظمات الدولية منظمة العفو الدولية قد اعترفت، وكثير من المنظمات من سويسرا ومن بريطانيا، ويوجد كثير من هذه قد اعترفوا بأن الدولة التركية تستعمل الأسلحة الكيماوية، ولكن المصالح المشتركة هي متوحدة لكي يقوموا بإبادة الشعب الكردي وخرق سيادات الدول المنطقة. نعم، من دهوك عضو علاقات منظومة المجتمع الكردستاني سيد كاوا شيخ موسى، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المشاركة، شكرا لك. من السليمانية ينضم إلينا رئيس المنتدى الألماني الكردي سيد يونس بهرام. سيد يونس مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. يعني دعنا نبدأ من صمت الحكومتين المركزية وحكومة الإقليم عما يجري اليوم
في محافظة دهوك من انتهاكات من قبل جيش النظام التركي واستخدامه لأسلحة محرمة دوليا، أسلحة كيماوية. سيد يونس، سيد يونس، سيد يونس، هل تسمعونا؟ سيد يونس، طيب يبدو أن سيد يونس غير جاهز معنا، يعني ريثما يتم تجهيز الاتصال في السيد يونس بهرام. مشاهدينا الكرام، حقيقة هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام التركي. كان هناك يعني في الماضي القريب والقريب جدا استخدم النظام التركي الأسلحة الكيماوية في مدينة رأس العين المحتلة ضد المدنيين العزل في هذه المنطقة، وخلف أضرار كبيرة مادية وبدنية جسيمة في هذه المنطقة. إلى اليوم هذا الكابوس، كابوس الأسلحة الكيماوية، لم يفارق الأذهان حقيقة في مشهد يعني يندى له جبين الإنسانية، وكان وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا تجاه هذه الممارسات ولم يضع حدودا لممارسات النظام التركي. ها هو النظام التركي اليوم تتوارد المعلومات من يعني داخل العراق بأنه استخدم هذا الأسبوع 3 هجمات كيماوية في مناطق آميدي والمناطق الجبلية في دهوك. يعني بهذا الخصوص ينضم إلينا من السليمانية رئيس المنتدى الألماني الكردية سيد يونس بهرام. سيد يونس، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. بداية، كيف تقيمون دور الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في العراق على هذا الانتهاكات أو حيال هذه الانتهاكات التركية واستخدامها للأسلحة الكيماوية مؤخرا؟ سيد يونس، سيد يونس، هل تسمعنا؟ يبدو أننا نعاني من مشكلة في التواصل مع سيد يونس بهرام. وعلى كل الأحوال داهمنا الوقت مشاهدينا الكرام، ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الساعة. أنا أشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام جميعا على طيب المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة. ولمواضيع أوسع زوروا موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. إلى اللقاء. الحيادية المهنية.